سلام، جبت لكم اليوم تحليه بزاف هايله وكراميل، الحاجه اللي نسحقوا فيها القهوه لي بودوار لي بانان. نحتاجو ثاني الحليب وياخت كراميل وكاس كبير تاع شونتيي. نبداو قبالة بطريقه التحضير، نحطوا فيها كاس تاع لا كريم شونتيي ونزيدو نديرو فوقهم 3 بايت ياغورت ونص كاس تاع حليب. نطلعوها مليح حتى يتماسك لنا الخليط ولينا كريم كيما راكم تشوفوا. نجيو لهنا نفرسيو كامل الخليط في بوشا دوي ونحطوه اكوتي. لهنا نجو نقطعوا لي بودوار ونشمخوهم شويه في الكافي تاعنا، من بعد نحطوهم في الفيغين اللي حبيتو نتوما. من بعد تجو نفرسيو فوقهم لا كريم اللي درناهم لهنايا، تقدروا ديروا ثاني معاهم بانان. من بعد نروحو ديريكتومون طريقه تحضير الكراميل. عندنا لهنا كاس تاع كراميل مور ما يذوب لنا، نزيدو مغرف كبيره تاع زبده ونزيدو له ربع كاس تاع حليب، نخلطو تري بيان. من بعد نزيدو له ثاني اون بادو ياغورت اللي استعملتو ثاني في الاول. من بعد لهنا ندير لي بانان ونجي نقطعو فوقهم وشهيه طيبه.